مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. وقد جاء في الحديث في أصل القصة أن هلالا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث الحادثة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ما كان ينبغي له النساء، فقال: يا رسول الله، لو وجد الرجل مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تركه بقي على ما يكره كما قال، فابتلاه الله، فلما ذهب إلى بيته وجد الرجل مع امرأته، وجد الرجل مع امرأته، ابتلاه الله بسبب كلامه. فهذا يدل على أن الإنسان لا يسأل عن شيء قبل أن يحدث. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها الله غفور حليم. الواجب أن الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال المكروه، وأنه في عافية، فإذا تكلم ابتلي. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. على المسلم أنه يحفظ لسانه ولا يسأل عن الأشياء المكروهة قبل وقوعها خشية أن يبتلى بها. نعم.